السلام عليكم، اهلا بكم في قناة اساقيس سارة. النهاردة ان شاء الله هنتعلم مع بعض غرزة العمود بلفة، وتعالوا بينا نبدأ مع بعض. احنا معانا برضو الابرة بتاعتنا والسلسلة، وكنا قلنا قبل كده ان الحشو بنسيب اول حلقة مش بندخل فيها ابدا، وقلنا في النص عمود بنسيب اول حلقتين، وهنيجي هنا في العمود بلفة هنسيب اول 3 حلقات وندخل في الرابعة. بس قبل ما نعمل كده بنلف لفة على الابرة بتاعتنا وندخل في الحلقة كده وناخد الخيط ونطلع منها. هيبقى معانا 3 حلقات على الابرة بتاعتنا. هناخد الخيط تاني ونخرج بيه من اول حلقتين، بس يبقى معانا كمان 2 حلقات وناخدهم ونخرج، يبقى معانا 1 حلقة ونبقى عملنا اول عمود بلفة. نرجع تاني نلف الخيط بتاعنا على الابرة وندخل في السلسلة اللي بعدها على طول، ناخد الخيط ونطلع. هيبقى معانا 3 حلقات على الابرة. هناخد 2 حلقات اهو ونخرج، و2 حلقات ونخرج. يعني احنا بنقسم الغرزة على جزئين. اول جزء بعد ما بناخد الخيط كده من السلسلة بناخد 2 حلقات، وبعد كده بناخد 2 حلقات لوحدهم اهو تاني، وندخل في السلسلة وناخد الخيط. يبقى معانا 3 حلقات زي النص عمود بالظبط، بس بدل ما بناخدهم كلهم بناخد 2 حلقات و2 حلقات وراهم. اهو ناخد الحلقة ديت وناخد 2 في 2، ونعتبر ان ده نهاية السطر. وعاوزين نرتفع بالعمود بتاعنا، هنطلع ارتفاع 3 سلاسل، وده بيبقى ارتفاع العمود بلفة اهو، 1 2 3 سلاسل، ونلف الشغل بتاعنا وناخد الخيط نلفه على الابرة وندخل من تحت الغرزة بتاعتنا او الضفيرة السلسلة اللي احنا كنا قايلين عليها. يبقى برضو معانا 3 اهو، واهو ناخد 2 في 2 يعمل العمود. حتى العمود بتاعنا طويل مختلف عن كل مرة، يعني هو كل مرة كل ما الغرزة بتكبر بيعلى الارتفاع بتاع الخيط. حتى دي بترمي شغل كتير اسرع من النص عمود والحشو اهو كده. بنلف الخيط على الابرة، ندخل تحت الضفيرة بتاعتنا اهو، من الغرز بتاعتنا واضحة اهي، وناخد 2 و2 وتبقى الغرزة بتاعتنا كده خلصت. كنا قلنا الفيديو اللي فات ان غرزة النص عمود بتبقى حرف تي كابيتال في الباترون، اما العمود بلفة في الباترون بيبقى حرف تي وعليه شرطة من النص. وبكده نكون اتعرفنا على غرزة العمود بلفة، واستنوني في فيديو جديد.